بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. أحد المولود أعمى، مولود أعمى من سنين، الرب يسوع خلق له عينين بعد ما تفل في الأرض وصنع من الطفل طين. اليهود الفريسيين كانوا رافضين على عماهم مصممين. قديس يوحنا ذهبي الفم يقول لم يغزى من عماه الأول، ده المولود أعمى، ولا خشى غضب المجمع ولا استعفى من إظهار ذاته لينادي بمن أحبه وأحسن إليه. إنجيل المولود أعمى بيقرأ أيضا في الأحد الذي يلي عيد الغطاس. ليه؟ علشان خاطر الاستنارة. إحنا مش ممكن نشوف ونعاين مجد الله إلا لما نتولد من فوق. فعشان كده ربط الإنجيل ده بحد التناصير في الصوم الكبير، وربطه بالحد التالي لعيد الغطاس. نبص نلاقي في آية واحد، فاكرين لما اتكلمنا عن السامرية وقلنا كان لابد أن يجتاز السامرة، واتكلمنا عن زكة وكان لابد أن يجتاز برضو في أريحة. هنا برضو وفيما هو مجتاز، أي واحد أعمى جواه اشتياقات أن يشوف المسيح، لابد أن المسيح هيجيلك ويجتازك. ده إلزام عليه أن ينور بصيرتك. بنشكرك يا رب، نشكرك على محبتك. في حاجة تاني في المولود أعمى نلاقي في آية 2 و3، هذا أخطأ أم أبواه حتى ولد أعمى؟ لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ساعات بيجينا الفكر ده، أنا مريض ليه؟ بسبب خطيتي؟ لا، ده عشان ربنا يظهر عمله فيك. ربنا بيحبك وهيشفيك حتى إذا كنت خاطي. ربنا هيتوبك ويقبل توبتك وهينجيك. مش المهم أعرف لماذا الألم، المهم إني أعرف كيف أرتفع فوق الألم، هو ده المهم. تفضلش تقول لربنا ليه أنا بتألم كتير، قول له يا رب ساعدني إن أنا أرتفع فوق ألمي، اديني قوة يا رب. وخلينا أعرف يا رب إن في الألم تزكية وتحلية وتنقية وتنمية وترقية وتعلية وتورية، حاجات كتير قوي يعوزني الوقت إن أتكلم فيها. في آية 6 في سؤال، تفل على الأرض. ليه السيد المسيح تفل على الأرض؟ علشان يجسد النفخة. فاكرين النفخة؟ لما اتخلق الإنسان تمييزه عن الحيوان إيه؟ نفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. فربنا عاوز يقول أنا اللي خلقت الإنسان نفخة، دي اللي بتميزك كإنسان. النفخة دي لما ينفخ كده مش هتبان. أمال عمل إيه؟ جسد النفخة إن هو تفل، علشان يقول أنا اللي خلقتك يا إنسان، وأنا هديك إنك أنت تشوفني رغم عماك بالعيان. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.